إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، فينما كنتم مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا أحد الرجويين، يعني مشجع رجوي اللي جاء التو من مدينة الرباط وجاي مقلق. المهم بغينا نشوفوا، اكيد الخساره كتبقى وارده ولكن خساره نهائي. جماهير الرجاء ما غاديش تستسغى يعني بسرعه، فنتمنى انكم تبقوا معنا وتسمعوا الراي ديال هذا المواطن هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. خويا اش غنقول لك، قهرونا هاد الناس هادو، قهرونا. مشينا للرباط خاسرين 1000 درهم وجيت تشوف النتيجه خويا، تبهدلنا لا كوره لا لا فرنجة لا كوره لا والو. الرجاء ديال دابا ماشي هي اللي كانت شفت. لا قلنا على ولا حنينا على عينينا. او خويا شحال مشيتو من واحد نجوم؟ حنا مشينا خويا اربعه الناس تقريبا. راه كل واحد خاسر واحد 250 درهم تقريبا، وكثر هذه 250 درهم باش عارف خلي. المهم لا ما راك انت عارف الخبر براسك. لا ولكن خويا يعني كيفاش تقبلتوا هاد مثلا؟ واخويا اش غنقول لك، ما تقبلناش. كانوا جماهير كثار، كانوا والجماهير راه كشتي اخويا. التيران كي كان عامر معمرها الراجا، والراجا راه فريق الالقاب. خلينا احنا مولفين تدو الالقاب، ما تلعبوش على الدوزيامه ولا الطروازيامه، مولفينا بالالقاب اخويا. المهم اخويا اش نقول لك، هذا الماتش هذا راه فقصنا وفقصونا اللعابه ودوست الراجا اخويا من الاخر لهذا الشيء. هو داك تنقولوا لي ما رئيس متوز الزال هضراوي. المهم ما عليناش اخويا، ولادكم دابا رئيس جديد دابا ما نحكموش. السي بودريقه راه غادي يمشي مع الرجاء مزيان، حتى هو كان مدير رئيس ديال الرجاء وغادي ان شاء الله غادي يكونوا معاه الخير. ما غنحكموش عليه دابا حيت اول ماتش ولا مع الثاني ماتش ليه. ولكن دابا انتم ما كتحملوا المسؤوليه دابا. واخويا المول مول الزبل ما حوله ولا من الاخر كتقول كتشمو مول الزبل. مول الزبل اخويا مضطر هو اللي يتحمل المسؤوليه ديال هاد الشيء هذا اخويا. هذا هو وصل زعما درجه لهاد الشيء هذا اخويا. راه باين هو اللي وصلنا لهاد الشيء. راه كما داركوش الموقف في الدورات الاخرى، كنا غادي نطيحوا للتروازيام سيري اخويا. يعني دابا بتقول بان الدخول ديال الرئيس الجديد الرجاء هو اللي حاول ان هو اللي ربما صوب الرجاء شويه صوب الرجاء شويه، ونتمنوا القادم احنا ان شاء الله. ولكن كي بانت لك انت المقابله اليوم، واش مقابله للنسيان خويا؟ ماشي للنسيان. للنسيان خويا، ما يعني ما كان مستوى لا 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 مستوى لا. الجمهور اللي كان في المستوى في هذا الماتش هما اللعابه. الجمهور هو اللي كاين. الجمهور هو اللي كاين هما اللعابه خويا. يعني الجمهور بدا داخل الملعب ضروري. الراجل معروف اخويا، الجمهور العالمي ديالهم مبدع في اي مجال، مبدع عندهم الجمهور ديال الراجل. وتدي بلاصه بالكثره. السلام عليكم. وتنحملوا المسؤوليه للرئيس ديال الراجا السابق اخويا على التبهديل اللي ولينا تنتبهدلوا مع الفراخ. لا حول ولا قوه. ودابا واحد المساله، واش اللي بغيت نعرف مولفين مثلا من بعد الخساره كنشوفوا بانه الجمهور جاي مقلق وكاعي، ولكن كيحاول يعبر على ذاك الغضب ديالو في الشارع. الملاحظ هو انه بحال دابا انا جيت لقيتكم نتوما اربعه دابا جايين يلا واصلين دابا، جيتو في الكار نتوما ولا في التران؟ هو هنا كرينا طونوبيل تقامش عندنا، راه قلت تقامش عندنا القضيه بشي 1500 درهم. المهم 1000 درهم ونزيد الصرف خويا. راه هذاك الشيء كانوا تعرفوا على جمهور الراجا ديال العنصريه والتغييرات العقليه. دراري ديسيبلين، كلشي دراري زوينين وكلشي اخويا. راه تيمشي تيخلص رزقو باش يتمتع في كوره. وهاد الناس هادو خويا هاد اللعابه راه ما متعونا ما والو، الله يهديهم. كاين 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 شي كاين شي حاجه في الرجاء، كاين شي لغز باقي ما معروفش. اكيد اكيد خويا كاين شي لغز باقي ما معروفش. و وانتم كتحملوا المسؤوليه للرئيس؟ الرئيس السابق والمكتب المسير الحالي. نتمنى ان شاء الله يزيد بالرجاء لقدام. شنو رسالتك للجماهير الرجاويه اللي حاليا هي محققه الجماهير العالميه؟ الرجاء العالمي اخويا، راه الجماهير تلقى عندها في البرازيل في الالمان في الطاليان في الارجنتين. يعني راه ما جاتش تسمات الرجاء العالمي الا بالجمهور ديالها. وتنشكر الجمهور اللي دي بلاصه وجا من المغرب كامل، تنشكرهم جزيل الشكر على الاخلاق ديالهم العاليه. شوف رغم الهزيمه والظلم، نقولوا الظلم التحكيمي
يعني ونجمو تظلمنا اخويا بزاف تظلمنا زعما ورقه حمراء غير مستحقه ما مستحقاش اخويا وكان تعاودات في الفار تعاودات ولكن اخويا اش غنقول لك كان تهور من اللاعب من اللاعب وحتى المهم بيناتي فيها بيناتي ولكن ظلمنا الحكم شويه يعني الحيه نظر في الواقع كاين ياك يعني حتى اللاعب كان تهور ولكن راه شوف فراش كيعطيوهم للاخرين وما كيعطيوهمش الراجع علاش سي مصطفى كان تحيز ما هي فيها بينات حنا تنلعبنا كره وتنعرفوا كره فيها بينات ولكن راه كاينين شي حالات اللي ما خصوش الاربيط راه عيق علينا بزاف وهادشي ماشي غير في هذه المقابله في البطوله كامله الاربيط راه كانوا اللي زاربيط كانوا معيقين علينا المهم التحكيم كامل كان معيق علينا يعني حسيتي براسكم تظلمتوا قهرونا تحكيميا اخويا ونتمنى ان شاء الله يكون خير نتوما غتبقاو مأزرين فريق الرجاء رغم هذا ضروري اخويا حنا مع الرجاء واخا تبقى غير واخا يبقاو في هاد التقاشر حنا مع الرجاء اخويا تتهود سيزيام سيري حنا معاه وحنا معاه تطلع القمر ان شاء الله راه زوين اخويا هادشي ما يخصكش فيه شي رسالتكم نتوما بالنسبه لكم نتوما كما كنقولوا الناس ناضجين شنو رسالتكم نتوما لهاد الشباب اللي كاين دابا اللي كيحاول انه كيعبر على الغضب ديالو بالتخريب وشنو رسالتكم نتوما اخويا حنا ما تنايدوش الدراري والله يهدي هاد الشباب هادو اللي تيديروا هاد الشيء هذا الانسان تيخلص رزقو باش يمشي يتفرج كرة هادي في الرابح والخاسر خصك تتصفق على اللي رابح ربحتي راه تتخرج المهم تتحاول تيفيتي المشاكل وتنصحوا الدراري الشباب اللي كاين دابا الله يهديهم بنادم تخلص سير رزقك وغتبقى تهرس الله يهدي الجميع واخا خواتي حنا كنتمنوا مسيره موفقه ان شاء الله رجاء بيضاوي وعلى سلامتكم بعد ملي جيتوا بخير وعلى خير على سلامتكم خويا الله يسلمك خويا بنادم دابا يمشي يرتاح مع راسو الله يسلمك ضروري اخويا ضروري وان شاء الله القادم احسن القادم احسن ان شاء الله وافضل ان شاء الله ان شاء الله اذا مشاهدين شوف تيفي كيما سمعتوا معنا هادو الناس يلاه جاو راه يلاه جاو الناس هادو المهم كنشكروا هاد السيد هذا اللي عطانا الكلمه الاصدقاء ديال المهم ما بغاوش يتكلموا معنا ولكن هاد السيد كنشكروه لانه ديما راجع الحمد لله وديما راجع حنا مع الرجاء في السراء والضراء بارك الله فيك ديما راجع هادشي اللي كي يعني كنشكروك بعدا اذا كيف ما سمعتوا معايا هادو الناس اللي يلاه جاوا من مدينه الرباط تكبدوا عناء ديال السفر اكيد كما قال فلوس بزاف الامور ولكن رغم ذلك كيبقى مشجع هو مشجع سواء كانت هزيمه ولا لا طريق لا ديبلاسمون ولا هو حنا مع الراجل تلعب في اليابان نمشيو نتبعو حنا ديما مناصرين تلعب في وادا كونغو نتبعو اخويا حنا مع الراجل فين ما مشات ديما خضرا اذا كما قلت كنتمنوا حظ موفق هنيئا للفريق النهضه البركانيه حد موفق الفريق الرجاء البيضاوي جميع الأندية المغربية إذا ما بقى لي أن أودعكم على أمل لقاء بكم بث مباشر آخر إلى اللقاء